بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا مشتركي القناة، غير مشتركي القناة، مرحبا بكم جميعا إلى قناتكم للرياضيات. اليوم ما راحش يكون درس أو تمرين للرياضيات نظرا للظروف الراهنة اللي رانا نعيشوها اليوم. يعني أتمنى فقط من الله أن يرفع عنا الوباء ويبعث لنا الدواء، اللهم آمين اللهم آمين. إذا راح نقترح عليكم اليوم فكرة بسيطة وجميلة عن كيفية خياطة كمامات بأسهل طريقة. إذا شفتها في إحدى القنوات الأجنبية، إذا قلت لما لا، صنعت واحدة لابني، قلت لما لا نشارك هذه الفكرة مع كل مشتركي القناة. إذا راح نوري لكم نموذج درته، يعني نموذج بسيط فقط، تجربة فقط لابني الصغير. إذا درتو هوليك النموذج، أتمنى فقط أن يكون واضح. هو بسيط جدا، لا يحتاج يعني واحد يكون ماهر في الخياطة، أتمنى فقط أنه واضح. إذا نحتاج لذلك، أو ندير لكم أول لو باترون تاعو قبل ما ندخل في الخياطة تاعو. إذا ثاني، إذا نحتاج مسطرة، قلم، مقص، ومسطرة من هذا النوع. إذا ما عندكمش هذا النوع لا بأس، حنوريكم كيف راح ديرو. ثم بعد ذلك واش نسحق؟ نسحق فقط قطعة قماش بسيطة، ممكن تحاولوا فيها كل الأمهات، كل الآباء، كل الأبناء. إذا راح ديروها للأولاد تاعكم أو الأزواج أو الجيران اللي ما عندهمش آلة الخياطة أو ماكينة الخياطة. إذا نسحق قطعة صغيرة من القماش ودبابيس، ثم هذا النوع من هذه البلاستيك باش نديرو في. إذا نبدأ على بركة الله. أولا راح نعلمكم كيف ديروا حل الباترون، لو باترون. إذا راح نرسم أولا قطعة مستقيمة طولها 12 سنتيمتر، تبعوا فقط معايا، هو أسهل نموذج. إذا قلت نرسم قطعة مستقيمة طولها 12 سنتيمتر، بعد ذلك هاي لك 12 سنتيمتر، ثم نرسم قطعة أخرى هكذا 10 سنتيمتر. لاحظوا فقط معايا، إذا هذا، إذا رسمت في العرض 10 سنتيمتر، بعد ذلك إذا في الطول مرة أخرى في الجهة العلوية راح نرسم قطعة يعني طول آخر هو 14 سنتيمتر. لاحظوا معايا هكذا، يعني تدو نفس القياس، هذا القياس للكبار وحتى 12 سنة. ثم بعد ذلك من هذا القطعة تاع 12 راح نرسم أيضا قطعة أخرى من هذا الجهة، نرسم قطعة أخرى 14 سنتيمتر هكذا هكذا. هكذا 14 سنتيمتر، نكتب لكم الأقياس باش ما تغلطوش. نتابع. إذا هنا على بعد 5 سنتيمتر ندير هنا خط، على بعد 5 سنتيمتر هكذا ندير خط، ثم نولي راح أصل بين النقاط هذه. لاحظوا معايا بين النقطة هذه والنقطة هذه، يعني فيها استعمال الهندسة فيها هكذا بهذا المسطرة، أصل بين النقطة اللي سميتها A والنقطة B. لاحظوا معي كيفاه أصل هكذا هكذا، أصل بين النقطة هذه والنقطة هذه. لاحظوا معي هكذا، اللي ما عندوش المسطرة فقط يدير هكذا. ثم نفس الشيء راح أصل
لاحظوا معايا بين النقطة هذه هكذا بالاتجاه المعاكس بين النقطة هذه والنقطة هذه، حيجي شوية على أن نصف قوس، على أنه قوس هكذا. هكذا. ثم أخيرا أصل بين النقطة هذه والنقطة هذه. أنا أنصحها للطلبة إن شاء الله اللي راهم قاعدين في الدار ما عندهمش وش يديروا، ما عندهمش مراجعات، ما عندهمش، يجوزوا دقائق، يعني تأخذ على الأقل 10 دقائق، يعني ما تديش بزاف الوقت هكذا لغاية أن أصل إلى النقطة هذه اللي قلت لكم تقع على بعد 5 سنتيمتر. إذن هذا هو الباترون تاع الكمامة تاعنا. أخيرا واش راح ندير؟ راح نقطع هذا الباترون. إذا نبداو في التقطيع، إذا نتابع. إذا بعد ما قطعت الباترون تاعي، إن أنا فضلت درت يعني درت قطعتهم مرتين باش يكون عندي الدوبل تاعو. إذا بعد ذلك وضعته على على قطعة القماش وشديته بالدبابيس، ثم جات مرحلة القطع. هنا باش نقطع لازم نكون على حافة، على حافة، ما نخليش قيس الخياطة، لا قيس الخياطة راه داخل، راح ندير هكذا كما قطعته بالورق على الورق، راح يكون القطع ما نخليش ولا 1 ملم، راح تكون على حافة الورق هكذا. إذا نكملكم ثم نعود. لاحظوا معايا كيف قطعت، ما خليت ولا ملمات. إذا واش راح ندير؟ راح نحد الدبابيس تاعي. إذا هنا إذا نسحق 4 قطع، إذا أتمنى فقط أن يكون واضح للجميع. نحد الدبابيس. إذا بعدما نحينا الدبابيس، إذا كمعلومة فقط يستحسن استعمال اللون، يعني ما كل واحد اللون اللي يحبه، ولكن نوعية القماش يستحسن استعمال القماش القطني. إذا واش راح ندير بعد ما قطعت 4 قطع؟ واش راح ندير؟ إذا شفتوا هذا هنا، شدوا بالدبابيس ونخيطوا بالآلة بالماكينة تاع الخياطة هكذا، يعني على طول الخط هذا. لاحظوا معايا هكذا حتى الجهة هذه، يعني على بعد 1 سنتيمتر. إذا نبدأ الخياطة من هنا على بعد 1 سنتيمتر، نمشي هكذا، يعني نتبع الرسم تاعي. نفس الشيء للقطعة الأخرى، نبدأ بـ 1 سنتيمتر هكذا بالماكينة. إذا نطلع هكذا، تبع الرسم تاعي هنا عنده هكذا. إذا نديره لكم بالماكينة ثم نعود. نتابع فقط للتنبيه أنني خيطت الجهة العلوية، هذه هي الجهة العلوية اللي راهي محدبة هكذا، ليست هذه الجهة اللي راهي مسطحة، يعني راهي هنا قائمة، لا. إذا خيطت هذه الجهة. إذا نوريكم الخياطة، هذه هي الخياطة. إذا بعدما خيطت واش راح ندير؟ يقولونها بالفرنسية جو في كرونتي. واش معنى كرونتي؟ هكذا، يعني على بعد 1 سنتيمتر هكذا، نقطع على بعد 1 سنتيمتر بانتظام هكذا على طول الخياطة، على طول الخياطة. إذا نكملكم ثم نعود. إذا بعدما قلت قطعت 1 سنتيمتر واحد بدون ما يعني من نمس الخياطة، واش راح ندير؟ راح نديرو على الجهة هكذا، نخرج لكم هكذا هكذا، نتصقموه مليح باش يبان الخياطة. لاحظوا معايا، إذا عندي جزئين، الجزء يعني هو راح يكون دوبل، يعني على مرتين. إذا لاحظوا معايا، راح ندير الجهة اون دغوا كونتر اون دغوا، يعني الجهة هذه على الجهة هذه هكذا. تشوفوا الخياطة لازم تكون من اللور، خياطة من اللور. إذا واش راح ندير؟
نتبعوا معايا. اذا ندير الخياطه على الخياطه، نشدها بدبوس هكذا، ثم راح نمشي على طول هذه الكمامه، ولكن فقط راح نخلي مثلا 5 سنتيمات في الجهه السفليه. مثلا هذه ندير دبوس الى هذا المكان، ما نخيطش هذه، نخلي فتحه. اذا بالدبوس بإحدى الدبابيس ندير هكذا. اذا اعذروني فقط الا كنت ندير اخطاء، لاني اول مره ندير لكم حصه مثل هذه، عودت معكم ندير دروس رياضيات، ولكن اليوم فضلت اني للمنفعه العامه طبعا، باش اي واحد يقدر يديرها، ينفع به اهله، جيرانه، بيته. اذا هي جد جد مهمه، خاصه لي راهم يخرجوا خارج البيت. اذا نبداو الخياطه تاعنا. اذا راح نخيط نبداها من هنا على طول الكمامه، اصل الى هنا قف. اذا ندير ان بوين داري هنايا وان بوين داري هنايا باش ما تحليش الخياطه. اذا نعاود نولي لكم نتابع هايليك بعد ما شديتها بالدبابيس. اذا بعد ذلك نخيطها. فقط حبيت نقول لكم ان هوايه الخياطه كنت نزيدها على طبعا على لحبي للرياضيات، كنت نحب بزاف الرياضيات، ولكن لا يمنع ذلك اننا يعني ندير حوايج اخرى زياده على الدراسه، زيد شويه خياطه لانني كانت هوايتي المفضله. اذا لا يمنع يعني ديروا الدراسه بمقابلها، تروحوا شويه على نفسكم وديروا شيء اخر، يعني ما لازمش يكون شرط الخياطه، ولكن قراءه او شيء اخر من الترفيه عن النفس. اذا نخيط لكم بالماكينه ونعاود نولي نتابع. اذا خيطوا بالماكينه. اذا فقط هنا للتنبيه ديروا ان بوين داري هنايا، يعني تروحوا تولوا باش ما يتحلمكمش الخيط. هنا نفس الشيء ديروا ان بوين داري هنايا. ما معنى ان بوين داري؟ اذا تمشوا قليلا واحد 3 مليمترات على الماكينه، ثم تعاودوا للوراء باش يتثبت الخيط. بعد ما خيطنا على طول الكمامه واش راح ندير؟ اذا راح اول شيء راح نح، لاحظتوا هذه الزوايا، راح نقطع منهم شيء بسيط هكذا كل الزوايا. راح تشوفوا فيما بعد عندما نقلب الكمامة تاعي كيف تخرج لي الخياطة، يعني ما شاء الله. لاحظوا معايا، اذا كل هذه التقنيات تعلمتهم من معلمتي، يعني اللي علمت لي الخياطة ما شاء الله عليها، هذه كل الاشياء. اذا بعد ما قطعت، اذا مش راح ندير، شتو الفتحه اللي قلت لكم خلوها، لاحظوا معايا، ندخل من ثم نقلب الكمامه تاعنا هكذا، نقلبها لكم ونعاود نولي نتابع. اذا بعد ما قلبت الكمامه تاعي نبدل لكم بعض الحيل. اذا ندخلوا المقاس هكذا، خاصه يكون هكذا الحافه تاعو هذه رقيقه. اذا تدخلوا نقولوا لهم ليكوا، اذا الاطراف هذه الزوايا هذه نخرجهم باش تخرج الخدمه متقنه جدا هكذا هكذا. اذا نفس الشيء الزوايا الاخرى اللي كانت قائمه، ندخل الهندسه في الكمامات. نعم طبعا الرياضيات تدخل في كل المجالات. لماذا سمي لهذا سمي ام العلوم؟ يدخل في جميع الميادين هكذا، يدخل في الطبخ، يدخل في الخياطه، يدخل اي ميدان تحبوه يدخل. بعدما اذا نسقمها قليلا، اذا نحاول نخرج الخياطه تاعي، اتقان ثم الاتقان ثم الاتقان هكذا. راح نوريكم كيف بالدبابيس هكذا هكذا. راح نمشي على طول الكمامه، نشدها بدبابيس هكذا، كملها لكم ثم نعود نتابع. هاي ديك الكمامة تاعي درت لها كامل دبابيس. فقط للعلم وين كانت الفتحة، نبهكم ان الفتحة شفتوا كيفاه
يعني تصقمت روحها هكذا، راح نشدها بالخياطة. واش راح ندير؟ إذا بالماكينة راح نمشي نبدأ الخياطة من هنا. إذا نزيد لها لا سيربيكور، سيربيكور معناتها نمشي على 1 سنتيمتر، نمشي على طول الكمامة. إذا طول الكمامة، إذا نمشي هكذا بالآلة بالماكينة على طول الكمامة. إذا نديرها لكم بالماكينة ونولي. إذا هايليك بعد ما خيط لها 1 سنتيمتر على طول الكمامة، هايليك الكمامة تاعكم. إذا بقات لي المرحلة الأخيرة، وهي إذا تقطعوا هذا الإلاستيك على طول 18 سنتيمتر. إذا هي في الحق للبالغ يكون 18 سنتيمتر، إذا كان الطفل الصغير نقصوا له شوية. إذا هذه الوجه تاع الكمامة. إذا داخل الكمامة واش راح ندير؟ إذا على حافة هنا، إذا نشد هكذا، إذا على حافة الكمامة أضع هكذا، عفوا. إذا قلت بعد ما قطعنا، إذا على طول 18 سنتيمتر من هذا الإلاستيك تاعي، إذا راح نديرو، قلت لكم هذا هو الداخل الوجه تاع الكمامة، ولكن راح نديرو داخل الوجه الداخلي. إذا أضع الطرف الأول ثم الطرف الثاني هكذا، نديرو بدبوس هكذا، نشدو باش ما يروحليش، ثم حنخيطو بالماكينة. راح نجوز عليه هكذا مرات عديدة من الجهة هذه والجهة هذه، نفس الشيء للجهة اليسرى. إذا شفتوا كيف وضعت المطاط تاعي أو الإلاستيك تاعي. إذا نديرو بالماكينة ثم نعود لكم. إذا نتابع. إذا بعد ما درتو بالماشينة عدة مرات، الآن واش راح ندير؟ المرحلة الأخيرة، لاحظوا معايا واش راح ندير. راح أطوي هكذا على بعد، لاحظوا معايا هنا راني في تبعوا معايا نتابع، لاحظوا معايا. إذا نطوي على بعد 1 سنتيمتر هكذا، آخر مرحلة هكذا، ثم نخيطو بالماكينة، نخرج الإلاستيك برا هكذا، نخرجو داخل ثم هكذا، ثم نخيطو من الوراء هكذا على بعد 1 سنتيمتر هكذا، على بعد 1 سنتيمتر. أتمنى فقط أن يكون واضح هكذا، على بعد 1 سنتيمتر. نفس الشيء للجهة اليسرى هكذا، نخرج الإلاستيك تاعي من اللور هكذا هكذا، نشدو بالدبابيس. إذا لاحظوا معايا، إذا لاحظتوا، إذا لازم يخرج الإلاستيك تاعي من اللور هكذا، منديش بالخياطة، يخرج هاك. إذا ندير الدبوس هنا، لاحظوا هكذا. إذا خيطوا على 1 سنتيمتر ومولي ليكم. إذا أخيرا بعد ما خيطوا على 1 سنتيمتر، إذا هذه هي الكمامة. إذا أتمنى فقط أن الفكرة عجبتكم هكذا. إذا فقط أتمنى أنكم تحاولوا فيها وديروا وحدة وتبعثوا لي تعليقاتكم إذا عجبتكم الفكرة عن كيفية خياطة الكمامات بأسهل طريقة. إذا في الأخير، إذا ما علي إلا أن أقول لكم إن شاء الله يا ربي، اللهم ارفع عنا الوباء إن شاء الله، اللهم قنا من هذا المرض إن شاء الله. وفي الأخير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى الملتقى إن شاء الله، في انتظار تعليقاتكم وتشجيعاتكم للقناة.